بكم في موجز لأهم الأنباء من تلفزيون وطن. أعلنت محكمة صلح رام الله عن تمديد اعتقال الصحفي الزميل محمد عوض لأسبوعين لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما عقدت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة رافضة للاعتقال السياسي على خلفية الرأي والتعبير. محمد عدو وبموت، شبح حلال ونهار، مش ضايل من حدا مثل تمثيل، شعره هيكد لحيته خالص امر وردي بك محمد، اشيهم لله في الشبح والتعذيب والنار مسلطه عليهم، الكهرباء يا ناس سلمت عليه بالموت، عدو محمد بموت. قال انا بموت. قال انا بموت. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 منشأة تعود لأربع عائلات فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية. وقال رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية عارف دراغمة إن جرافات الاحتلال هدمت 30 منشأة من خيمة سكن وحظيرة حيوانات وبركسات للأغنام تعود للعائلات الفلسطينية القاطنة هناك. قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن إعلان اتحاد الطلبة البريطانيين بمقاطعة إسرائيل يعني انضمام 7 مليون طالب بريطاني لحملة المقاطعة، إضافة إلى 7 مليون عامل أعلنوا سابقا من خلال النقابات العمالية انضمامهم للمقاطعة. وإلى الخبر الأخير، تؤكد عائلة الأسير خضر عدنان أن الحالة الصحية للأسير صعبة جدا، حيث يدخل اليوم شهره الثاني في إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري. ووفق العائلة الأسير فقد الكثير من وزنه ولا يقوى على الحراك، كما يعاني من الإعياء الشديد نتيجة رفضه لتناول المدعمات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.